مكتبة مشهد الفكر أنا الإذاعي. قبل أدخل في هذا الجانب، مع أنه شيء ثري جدا، أنا طبعا كون هذا من الأعمال اللي أعتبرها الأثر الحقيقي في وجودي في هذه الحياة، على اعتبار أنه الله جل جلاله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبمقدار هذا الوعي لدي أنا أعتقد أنه العبادة الحقيقية هي إحداث الأثر. وأنا إن شاء الله أهدي هذه الموسوعة لكم اثنيكم، يعني وقعت لكم هذه الهدية. شكرا لك، هدية قوية، فإن شاء الله جدا. تقبلوا مني هذه الهدية على اعتبار شكرا لك، تذكرون بالخير. إضاءة جميلة ونذكرك إن شاء الله بالخير. إن شاء الله وتؤجر على كل حرف جزاكم وأنت تقوله، يعني هذا جانب. فيما يرتبط بمكتبة مشهد الفكر الأحسائي، في الحقيقة طبعا وإن كنت صاحب مجموعة النورس الثقافية التي الآن تعمل وفق نادي النورس الثقافي، لديها أكثر من 14 مشروع ثقافي على أرض الواقع، جزء من هذه الأشياء حنا اكتسبناها من الأب الروحي لثقافة الأحساء وأدبها اللي هو المهندس عبد الله الشايب. منذ نشأنا وكان لديه منتدى تحت مسمى مشهد الفكر الأحسائي، وكلنا ترعرعنا بشكل أو بآخر تحت هذه الظلال. فجانب من الوفاء وجانب من المعرفة وجانب من الشيء الذي تلمسته في هذا الرجل من العمل الحقيقي، يطبع الكتب بدون مقابل، يساند يساعد، يبحث عن كل يعني المؤلفين في المملكة العربية السعودية، يطبع الكتب على حسابه الشخصي. فكان هناك يعني كتاب عملته على هذا الإنسان بعنوان بصمات مشهد الفكر الأحسائي، كم عدد الكتب الذي طبعها هذا الإنسان خلال مسيرته لأربعين عام. ما وقع تحت يدي وبين أناملي 118 كتاب، ما وقع طبعا يعني في عدد من الكتب لم يوثقها هو شخصيا.